تحب نبدا منين يا استاذ بليغ؟ ابدا من زي ما قلت لك في بدايه الحلقه، الكره في ملعبك عندنا يعني احداث زي كتير. ما بقول لك من دور الكماله، يعني انا بقول عليه ده دور الكماله ودور البيانات. بينا احنا بعد ما اي ماتش دلوقتي نستغرب هو البيان هيطلع امتى، مين النادي اللي هيطلع بيان، الاعتراض على ايه، احنا كل يوم بيان دلوقتي. فانا بقول لك، ما انا بقول لك ما فيش ماتش النهارده مقاولين امبارح، ما انا ما فيش ماتش دلوقتي الا لما البيان بيطلع. الناس بتقول لك البيان على ايه، يعني المره دي قبل الماتش الناس بتقول لك مين اللي هيجهز البيان بتاعه هيتكلم. يعني في اخطاء تحكيميه، لكن مش بالدرجه ان هو دلوقتي خلاص كل الناس متفرغه اللي هي الشماعه بعد الاخطاء والتحكيم. شفت امبارح بيان بيراميدز وما تعليق عليه، وما طبعا بيان متجاوز، بيان يعني انا من وجهه نظري ان هم يعني يسعى لحجز مكانه ليه في الاعلام غير موجوده لبيراميدز. يعني بيراميدز نادي في النهايه مهما حقق يعني انجازات على الارض، لكن يبقى اللي هو نادي يعني بدون جماهير، لا يعني مش جاذب للجماهير. فهو مسؤولين بيراميدز بيحاولوا يعني يعمل ايه، خلينا في الصوره. يعني دايما بياناتهم فيها اثاره لغط، فيها كلام، ودايما بالتهديد. تحس ان هم يعني ما ينفعش، انت راجل نادي مصر كل كلمه بقول لك حقك، وكل الانديه بتهدد الجولف، بس مش كل كلمه انا رايح بره اشتكي، رايح بره اتكلم. حتى لو رايح ما تعملش بيان في ما انا بقول لك ال ال ترش الفاظ خارج، لا طبعا طبعا امر مرفوض، ومفروض اتحاد الكوره يا محمد خلاص. يعني يا جماعه احنا وصلنا لمرحله، وصلنا لمرحله خلاص الانديه يعني خلاص ما فيش سقف ليه، في بعض المسؤولين ما فيش ليهم سقف، فانت لازم تاخد اجراء. يعني خلاص فكره ان انت الدخول في المغاره وان انت دايما مستخبي، لا لازم تطلع، يعني لازم تطلع وتواجه. اصل انت يعني النهارده كارثه المنتخب الاولمبي، يعني كارثه كارثه بكل ما تحمله المقاييس. انت مش عارف، انت النهارده المنتخب الاولمبي، الراجل النهارده الميكالي طالع بيقول لك اصلا معترض على البرنامج الاعداد، النهارده فاضله شهر وانت مش عارف ايه الاعداد. وانا كنت لحضرتك قلتها لك من اسبوع اللي هو قعدوا مع وزير الرياضه قالوا له البرنامج، قال لهم برنامج، قال له مش عارفين. فالنهارده كارثه، النهارده يعني طبعا هو هيلعبوا اوكرانيا والعراق. النهارده هو مش مبسوط من الـ من الـ من الماتشات. النهارده لما بتتكلم يا استاذ محمد ان اهلي او بيراميدز او حتى الزمالك، من حقهم، لان انت حاطط الخطا ان انت بتخلي الدوري في مع الاولمبياد. لما انت تدي للناس الايحاء انه النادي اهم من منتخب الاولمبي، ده المنتخب الاولمبي ده يا جماعه ده كل اربع سنين حدث ان انت مصر مثلا تجيب ميداليه اولمبيه، مع كامل احترامي للدوري. لا بس هم هيسيبوا لاعبتهم اللي في المرحله السنيه. ما انا بقول لك مع كامل احترامي، بس انت في النهايه اي فريق بيبقى فيه ثلاثه المؤثرين، يعني وده دوري محلي. فانت كان المفروض اتحاد الكوره انت بتوقف عشان بطوله افريقيا، بطوله افريقيا اهم ولا الاولمبياد؟ فانا كان وجهه نظر انت تستدعي ان انت تكون من بدري مجهز لحاجه زي كده. انا النهارده لا الوم على الاهلي او الوم على بيراميدز رفض ان هم يسيبوا لعبتهم، لكن انا بشكر مجلس اداره نادي الزمالك ان وافق لجيزو. مش منافس على الدوري. لا لحظه يا استاذ محمد، الزمالك غير منافس على يعني الدوري. الزمالك لو منافس، بس انا اديك السؤال ده بس. تمام. هو الزمالك لو، انا مش بقول انه يعني تقليلا او يعني تكبيرا، لكن هل الزمالك لو منافس على الدوري هيسيب لعب بحجم زيزو؟ طب انا الاول حاجه هرد عليك، هرد يعني عليك ماشي، هرد عليك بحسن نيه. نادي الزمالك النهارده معلن في فقراته انه اعلاء للمصلحه العامه، هديك فرصه بقى. يبقى هو الراجل النهارده شايف موقفه لا يرتبط بمنافسته على الدوري. هو الراجل شايف ازاي يعني؟ انا بقول لك هو النهارده دافع، عشان تقارن يا بليغ، دافع من الوطنيه. وانت ليه مفترض وبين الاهلي؟ لا مش مفترض، وانت ليه مفترض؟ لا انا ممكن ليه النهارده ممكن نادي الزمالك، يا فندم المقارنه مش مقبوله. طب افرض نادي الزمالك لو كان في منافسه الدوري وفضل مصلحه لا يا فندم مصر عن المنتخب، ساعتها اقول لك تمام. ليه المقارنه عاقدها يا بليغ لما تكون الظروف واحده؟ انا ما بعقدش، انا في بدايه كلامي يا استاذ محمد من وضع النادي الاهلي لا اقدر اقول لالومه ولا اقدر اقول بيراميدز، من يلام اتحاد الكوره. طب سؤالي لو الزمالك في هذه المرحله من الدوري وباقي مثلا له خمس ست ماتشات في الدوري سي مثلا، ومنافس تمام على القمه، طبعا الزمالك مش منافس السنه دي له ظروفه الخاصه تمام، يعني ده لا 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 يعني يقلل من شان الزمالك تمام، واحنا عارفين ان في ظروف خاصه للزمالك في هذا الموسم من وقت اسوريو وقبل الانتخابات والحواديت، والزمالك فقد نقاط كثيره مع اسوريو اصلا من بدايه الموسم. لكن انا قصدي لو الزمالك منافس على الدوري ومثلا زي بيراميدز كده عنده 26 مباراه لعبهم، ومثلا بيراميدز 65 الزمالك 66 تمام مثلا او 64 والاهلي جاي من تحت مؤجلاته، هل الزمالك هيقدر يفرط في اي نجم؟ ارد على حضرتك دلوقتي، انت في رايك الزمالك كان هيسيب زيزو؟ انا بقول لك بحجم زيزو وتاثير زيزو. انا هقول لك اهو حجم وتاثير زيزو، نادي الزمالك لسه بيلعب الدوري، نادي الزمالك وتاثير زيزو يعني يمثل نصف. يا بليغ سؤالي، طب ما انا اديك بس، طب ما انا ارد عليك سؤالي من فضلك. ما انا لو الزمالك 66 لازم اقول لك معطيات، لازم اقول لك انا مفترض حسن النيه لنادي الزمالك. لو الزمالك 66 نقطه هيسيب زيزو؟ طب ممكن بس ارد بعد اذنك،
لو انا انت ليه مفترض انت مفترض حاجه انا مفترض انا مش مفترض بسالك انا عايز اجابه لو بليل. انا من وجهه نظر لو الزمالك كان في نفس ظروف المنافسه دي كان برضه ساب زيزو. طيب وبليل. طب ارد بليل. لا ما انا اكمل بقى كلامي. لا بعد اذنك لا هرجع لك في جزئيه مهمه انا عاوز اقولها. هرجع لك يا بليغ معلش هرجع لك والله اتفضل. انت مع راي بليغ لو الزمالك منافس هيسيب زيزو؟ مستحيل. ده زيزو هو المؤثر مع الزمالك في كل الماتشات الاخيره وما يلامش وما لو الزمالك ما اتكلمش على اللوم. انا لا ما انا بقول لك يعني بص وهو بليغ نفسه قال الاهلي لا يلام ولا بيراميدز يلام والكلام كان كلام واضح. لكن قصدي لو الزمالك بلاش الزمالك لو الاسماعيلي يا استاذ محمد اصل انت مخ يا استاذ محمد انت مخ نقطه مهمه جدا. انا بساله نادي الزمالك نادي الزمالك لما بيسيب زيزو بيضحي ان هو نادي الزمالك دلوقتي اي ماتش الزمالك لو مش موجود الخسائر بتاعه الزمالك ده ممكن يحصل ممكن مركز الزمالك يبقى ترتيبه كان الزمالك وعلى نايمين في البيت صحيح لانك هو نفسه قرر يخسر ست نقط. انا بقول يعني الزمالك بدون اي حاجه. طب ما ده كان خطا. ما احنا مش هنكابر في كده. نادي الزمالك ومجلس الزمالك اخطا في هذا التقدير. طب معلش وامر متفقين فيه. لكن فكره ان هو يسيب زيزو دلوقتي نادي الزمالك بيضع نفسه قدام مدفع الجماهير لانه اي خساره وخسارات ممكن تحصل في الزمالك والزمالك ترتيبه ممكن يبقى الاسوأ. طب ما تخلي الراجل يجاوب. مش فاهم انت بقيت ديكتاتوري. لا مش ديكتاتور بس وجهه نظري انت اللي رفضت ان انا اكمل وجهه نظري. ما قلت لك يعني انت لما قلت لك لما انا ما تقبلتش ان اقول للزمالك لما انا بقول لك اصل الزمالك ما تقبلتش وجهه نظر الزمالك انه الزمالك سابهم عشان اللعيبه. مش هخليك تتكلم 10 دقايق. فما تقبلتش وجهه النظر اللي انت بتاعتي. والله هخليك تتكلم. انت ما تقبلتهاش. لا مش ما تقبلتهاش انا بقول ان الظروف مختلفه. اتفضل. لا هو المنطق بيفرض نفسه مستحيل يكون نادي الزمالك بينافس بتاثير زيزو كده مع الزمالك. زيزو اكتر من نص قوه الزمالك فتسيبه في وقت وزيزو. كل مباريات الزمالك زيزو الحاسم طول الوقت هو الوحيد اللي الزمالك بيبني عليه دلوقتي فانك تسيبه وتخسره في منافسه انت ممكن تكسب يعني فيها القمة. مستحيل الزمالك خلاص بص في الموسم ده ولازم جماهير الزمالك تفهم ده وتتفاهم ده الزمالك ما عادش عنده يعني رغبه في شيء في الموسم ده يعني بالنسبه للترتيب. وخد بالك احنا كنا بنقول من نص الموسم لو تفتكروا من يناير ان الزمالك عايز الموسم ده ياخد الكونفدراليه. يعني احنا كلنا كنا مؤمنين صح ولا غلط انه الزمالك حتى يركز دوري ولا كونفدراليه يركز كونفدراليه كنا بنقول الصفقات هتيجي في يناير عشان تساهم مع الزمالك في الفوز بالكونفدراليه. بس كان واضح من يناير ان الزمالك نقاطه شويه بعدت صح كان موجود لسه في المنافسه يعني في يناير لكن كان شويه بعيد. فدلوقتي زي ما انت بتقول هو خد الكونفدراليه فصعد افريقي السنه الجايه مش محتاج حتى اللي هو ورا سوبر افريقي حق اللي هو عايزه في الموسم ده مش محتاج يبقى في مربع ذهبي في الدوري. فجماهير الزمالك لازم تفهم انها مش هتفرق لو منافس على الدوري كان لا يمكن يسيب لا طبعا مستحيل المنطق يفرض نفسه يعني خرق مخالف ليك اهو عشان كده اديته فرصته يتكلم. ما هو ما قالش معطياته وقال لك هو رايه ورجعت لك حاجه يعني رجعت لك يا بليغ. لو انت بتتكلم دلوقتي بقى من هذا المنطلق ان كل نادي بيدافع عن مصلحته وده حقه فنادي الزمالك النهارده قدام معضله شديده. مش منطلق يا انت مش عايز تفهمني والله انت برضه ما سمعتنيش كويس. على فكره يا بليغ ده انت حاطط مدفعين في وشي بتقول لي المنتخب الاولمبي محتاج اكس وفي نفس الوقت انا مطالب قدام جمهوري اخد الدوري. قصدي الماتشات الحاسمه في الدوري ونادي الاهلي او نادي الزمالك تحديدا مع بيراميدز بصراحه الثلاثه اكتر انديه بتصرف مئات الملايين عشان الفوز باللقب. فانت فجاه بتحط لي تقول لي يا تبقى تسيب اصل المصلحه العامه والمصلحه الخاصه انت اللي عضتني في وش المدفع. ما انا ما اختلفتش معاك انا قلت حقه زي ما حق النهارده مجلس والزمالك كان لا يمكن هيفرط في نجومه. طيب النهارده انت حاطط مجلس اداره نادي الزمالك دلوقتي نادي الزمالك ليس فيه خلاف على انه في ازمه بين جمهور الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك البعض كان متحمس وانا مختلف معاه تماما انه الزمالك قالوا ان هو ان الزمالك والناس ايدت مجلس الاداره في انه ما يلعبش ماتش الاهلي مش عاوز ارجع لحاجه احنا قلنا كنا رافضينها ولما مرجع قعد دلوقتي. لكن في خلاف في وجهات النظر بين الجمهور وبين مجلس الاداره. حلو. النهارده لما النهارده يشوف مثلا انا بتكلم على منطلق بقى الجمهور النهارده لما يشوف انت قلت مصلحتي اي حتى لو مش منافس على الدوري مصلحه الاهلي ومصلحه بيراميدز بقاء على الجمهور اديني بس فرصه. اسم الزمالك النهارده فين لما النهارده اسم نادي الزمالك زيزو زي ما انت قلت في سيراميكا هو الفريق لما الزمالك النهارده يلعب له كام ماتش بغياب زيزو يخسر له كام نقطه تاني ومرجع الزمالك يرجع هل هيليق اسم الزمالك يبقى ال11 ولا العاشر في الدوري وهتبقى الجمهور راضي زي كده؟ لا برضك اسم الزمالك لا يقل عن قيمه ماشي. المنافسه على الدوري يا استاذ محمد لا لحظه واحده بس لا فلو الزمالك من وجهه نظري الزمالك النهارده مجلس اداره نادي الزمالك بيضع نفسه قدام مدفع الجمهور وممكن بس الجمهور هيتفاعل لو منافس الزمالك على الدوري يعني الجمهور هيبقى تفاعله اكبر لو الزمالك منافس على الدوري خد بالك بالعكس في الوضع في الحاله دي جمهور الزمالك
الزمالك هيبقى فرحان ان زيزو الايكون بتاعه بيلعب اولمبياد. لا بالعكس, جمهور الزمالك برضه هيخسر كتير. اراهنك يا جماعه, على السوشيال يا جماعه, هو النهارده يعني ليه احنا مفترضين انه الزمالك انه لو ما كانش في المنافسه ممكن مفترضين كان, ممكن كان نادي الزمالك. انت راجل مختلف معاه في وجهه نظر, انت وجهه نظر هو وجهه نظر الزمالك. يا جماعه اسم نادي الزمالك النهارده لما بيلعب من غير زيزو, كان بقول لك صحينا من نوم المجلس, صحينا من نوم المعسكر من امتى يا دكتور وليد؟ وكان بقول له صحينا من نوم المجلس قرر خلاص يعني زيزو مش موجود مع الزمالك نص سبعه. فالزمالك لو ثلاث اربع ماتشات او خمسه خسرهم جمهور الزمالك مش هيرحم مجلس الاداره. هيخسر الخمسه لو خسر كام ماتش من الخمسه مجلس الاداره مش الجمهور مش هيرحمه. بيراميدز لو اتعادل الماتش الدوري ممكن يضيع, انما الزمالك لو اتعادل الماتش كده بقى ما ممكن. بقول لك الماتش خسرت كل ما مجلس اتكلمنا في نقطك, بقول لك صحينا من النوم كل ما نادي الزمالك بيتراجع مركز مجلس الاداره هيدفع ثمن رحيل زيزو, لكن هو فضل لصالح العام. ليه انت ما تشيدش من الموقف ده وشايف الموقف سيدي كويس وموقف بطولي للزمالك؟ اصل في وجود زيزو يا استاذ بليغ الزمالك مش هيبقى اول ولا تاني ولا تالت دوري, لكن الزمالك مش هيبقى الزمالك مقبول انه يخسر دلوقتي بما في ماتشات يخسرها يا دكتور وليد؟ كان هو خسر نفسه. غياب زيزو مش هيأثر؟ الزمالك خسر نفسه, ما احنا خلاص دي محترفين وده خطأ. غياب زيزو مش هيأثر على نتائج الزمالك؟ ست نقط لما نادي الزمالك الجمهور النهارده. طب يا بليغ قاعد يتفرج على الزمالك وكل شويه نظيف النقاط بليغ ده ست نقط, هيبقى مبسوط الزمالك؟ عارف ست نقط يعني ازاي زيزو بيلعب في الاولمبياد؟ يعني عارف ست نقط يعني الزمالك قرر يخسر ست نقط من نفسه كده؟ عارف الزمالك كام نقطه؟ 37. عارف لو كسب الاهلي وما اتخصمش منه الثلاث نقط يبقى كام؟ هم ال 37 دول قبل خصم الثلاثه كمان, يعني قبل لسه خصم يعني كان يبقى 34. هيبقى 34 كان يبقى يعني الزمالك كان زمانه دلوقتي 40. بص يعني كان زمانه في المركز الخامس او السادس. ما انا بقول لك يعني كان زمانه عمال ايه بقى, يبقى الافضل بقى طالع. في قرار خطا وخلاص, انا مش هتكلم على الست نقط وده قرار خاطئ يعني موقف بطولي تعزيزه. لكن 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 ان هو نادي الزمالك ومجلس الزمالك بيتحط في وش ماشي. المدفع دلوقتي قدام جمهوره ماشي, لا فموقف موقف بطولي محترم بطولي ولا وما تقدرش تقول اصله لو كان بينافس هيعمل ايه. لا ما قلتش لو كان, قلت لك يا استاذ بليغ عندما تعقد مقارنه لازم تبقى الظروف واحده. انا ما قارنتش, خلي بالك, ما قلت لك من حق بيراميدز يرفض, من حق الاهلي يرفض, من حق الزمالك يرفض. خلاص. لكن لما الزمالك ياخد موقف على حساب انه مجلس اداره نادي الزمالك ده انه النهارده مجلس اداره الزمالك بيعاني مع الجمهور, مجلس اداره الزمالك ياخد المجازفه دي وزيزو عارف ان هو كل خساره الماتش هيقول لك مجلس اداره, هو انتوا يعني اللي طب بعد اربع سنين ما دورتوش مصلحته؟ بعد اربع سنين الحاج عامر حسين ان شاء الله هياجل الدوري بنفس القصه وهنلعب دوري سنه 2028. استنى والله ما تستبعد لان انت الكورونا ليها كام سنه ولسه احنا بنعاني. ان شاء الله 2028 في اولمبياد 28, مش الاولمبياد الجايه 28؟ اه ان شاء الله الحاج عامر هيجري لنا الدوري لغايه شهر 8, فالاولمبياد برضه هتتلعب في شهر 7, والزمالك ان شاء الله يكون منافس على الدوري. وعايزك بقى تفكرني اللي ممكن خلاص يا استاذ محمد الزمالك ساب لعيبته عشان هو فقد الامل وما ومش كويس. قلت بوجهه نظرك خالص, قلت يا بليغ عندما ناخد مقارنه تكون. انا ما عقدتش مقارنه من الاول, انا بقول الزمالك ده موقف, اي ده موقف بطولي, اي رايك وانه لا يقارن بموقف بيراميدز والاهلي. ماشي, هو شايف ان هو النهارده كل ما بيتراجع نقطه ماشي, هو هيدفع ثمنها الزمالك. ده هو السؤال يا استاذ بليغ, لو كان النهارده الزمالك هو اول الدوري والاهلي بينافسه كان هيسيب زيزو ولا لا؟ هو ده السؤال. وليه تسال سؤال في ارض الواقع؟ قال يسيبه. لا بليغ قال لك انا بقول لك, وانا بقول لك ليه تفترض سؤال افتراضي؟ علشان تبني عليه تقييمك. هو خساره نادي الزمالك, خساره نادي الزمالك. طب لحظه بس, خساره نادي الزمالك كل يوم في المتوقعه في الماتشات في غياب زيزو مش هيخسر طبعا, وهو الزمالك. طب يعني هو الاهلي هيخسر الدوري وليه مفترض؟ لو انت على افتراضات بقى, يعني امام عاشور النادي الاهلي اللي فيه 35 قيمته وحده لو سابه الاهلي هيخسر؟ ما قلتش كده, ما قلتش كده. ما انت ما قلت ان الاهلي هيبقى معرض, حاطط احتماليه للخساره. لا انا ما قلتش كده, قلت ممكن يتعادل مباراه, يعني الماتشات اللي باقيه انت ممكن تتعادل ماتش واحد في الماتش, يعني الاهلي وبيراميدز في المنافسه السخنه دي او الزمالك لو كان معاهم ممكن تعادل يطير منك الدوري. يعني امام عاشور لو غيابه عن الاهلي ماتش نقطه, النادي الاهلي شاف اللي زي كده. الاهلي وزمالك لا, الاهلي عايز يكسب ست ماتشات كامله عشان يفرق نقطه واحده عن بيراميدز, يعني لو اتعادل ماتش فيهم هيبقى تحت بيراميدز. وانا معاك انه, لكن انت في الاخر عايز قوتك الضربه كلها في حضنك, يعني وانت بتنافس. بس مين وصل لك الدرجه دي يا استاذ محمد؟ لا ما هو التنظيم يعني معلش يعني, لا الدوري المصري يا جماعه لازم يتحاسب المسؤول. النهارده انت بتلعب اولمبياد, الاولمبياد لا تقل عن كاس العالم, والنهارده مش عارف تقول للعيبه. النهارده المدير الفني بتاعك بيقول لك انا مش راضي عن البرنامج الاعداد اللي هو فاضله فتره معينه. النهارده الانديه مش راضيه تسيب لعيبتها, دي كارثه بقى. ليه توصل كده؟ ليه الناس تخلي الناس النهارده بدل ما تلتف حول الاولمبياد تتفرج على ماتش الدوري؟ دي كانت اسهل يعني فرصه نكسب ماديه يا استاذ يا دكتور. اي منطق؟ انا اسف يعني مع كامل احترامي للاهلي والزمالك وبيراميدز, باي منطق المنتخب المصري بيلعب وانت سايبه عشان تقول الدوري مين هياخده؟ يعني ايه الهدف من الدوري المصري اساسا؟ مش افراز لاعبين مميزين للمنتخبات الوطنيه؟ كان ممكن باي منطق, وكان ممكن الرابطه تاخد قرار بتاجيل الدوري اسبوعين
فترة اللعب بتاعت الأولمبياد كان وارد. بدل ما خلص الدوري يا سيدي 17/8 خلصوا 30/8 لحظة 30 مش هتفرق 10 أيام ما كده كده أنا متأخر. يا ما لا سؤال يعني أنا بتكلم بجد والله. طب وما عملتش ربطة الدوري مش الدوري يخلص 16/8 تمام. لا إحنا لو كنا كملنا في أفريقيا لحد المباراة النهائية وكملنا كان ممكن التأجيل يزيد شوية. أنا سؤالي مش الدوري يخلص تمام. إيه الفرق بين 17/8 و30/8 يسأل عن ذاك الرابطة مسؤول الرابطة يرد عن السؤال ده. هو في فرق؟ طبعا كان مفروض أنا من وجهة نظري يعني لو أنا هخلص 1/6 وليا سيستم هقول لك ماشي طبعا مقبول. حسد هقول لك تاني محمد كلمه يا جماعه الاولمبياد دي لا لو انت بتخلص الناس هتشعرها مش شعره بيها دلوقتي هتشعر بيها لما تشوف الفريق لو بيلعب انت راجل بتدافع عن مواعيدك وبالسيستم طبعاً دقيقه طبعاً. كنت احترم فيك عدم التاجيل لكن ايه الفرق بين 17/8 ده يبقى وصلنا لنقطه محمد خصوصا ايه الفرق بين 17 يعني زي ما بيقولوا كده بليغ انت عندك منتخب والفكره الدوري والبطولات ان تفرز للمنتخبات ما انا لسه بقول لك عشان كده انا ما لا اقدر اقول من الاهلي ولا بيراميدز ولا اتكلم على الزمالك لانه من يتحمل المسؤوليه هم وصلنا هذا الوضع النهارده لنا 3 سنين بنقول دوري استثنائي دوري استثنائي النظام البلجيكي النظام اللي مش عارف ايه مش مطبق ليه والسنه الجايه موقف استثنائي غصب عنك لازم هيبقى فيه انت عشان بطوله الامم افريقيا وكاس العالم الحاجه الثانيه النهارده لما يطلع ده احنا عندنا 100 بطوله لما يطلع كولر يقول لك انا النهارده لعبت مش ماكينات لعبت مش ماكينات انا ما شفتش النظام ده في العالم طب انت مستني ايه تصريح النهارده من مدير الفني طب ما انا قلتش 100% ما هو في اوروبا ممكن تحصل بس بتحصل مره مرتين ما بتبقاش على طول الضغط ده يا استاذ انما العب 20 ماتش او 16 ماتش او 15 ماتش طبعا كل 3 ايام 3 ايام 3 ايام 3 ايام مساله صعبه جدا لا طبعا انا بقول كمان اللي جننك ان دي كانت اسهل فرصه في التاريخ ان طبعًا. احنا ناخد ميداليه عشان كده بسال هو ايه المشكله الدوري مجموعتنا سهله بدل ما يخلص 17/8 وفي الدور الثاني هنلعب مع مجموعه سهله مالي وباراجواي واليابان يعني فرصتنا لحد السيمي فاينال وبعد كده يا دكتور وليد بلوم معاك مدرب كويس معانا مدرب كويس ومعانا لعيبه كويسه الحقيقه كويسة. الراجل ده بالبلدي كده اتقال عليه جبل لانه استحمل ما لا يستحمله احد وراجل شغال وساكت عشان يوصل حاجه بس بقول لك حاجه انت النهارده ما تلومش بعد كده الجمهور ان هو بفضل يقول لك الانديه عن قبل المنتخبات لان انت اللي وصلت لهذه النقطه انت النهارده بتقول انا هاخد منك لعيبه قلت لك حل وانتزع منك بطوله ما حل لماذا الحل ده انا هسالك انت سؤال لماذا لم يطبقه يقول لك الحاج عامر حسين اللي انت هتقول هيشتغل بعد 4 سنين ما اشتغلش ليه السنه دي ما اشتغلش ليه الشهر ده انا في ظهره مدى الحياه انت مش قلت هيشتغل بعد 4 سنين ما انا بسالك انت باعتبارك الراجل بتقول هيشتغل بعد 4 سنين الحاج عامر حسين ما اشتغلش ليه بعد 4 سنين واحنا بوكس بوكس حل الكلام بس خلينا طب ما يرد على السؤال القرف ده عامر حسين ما عملهاش ليه دلوقتي لا ما انا بقول ما انا مستغرب انا معاك بالعكس ده انا اللي بطرح عليك اهو بقول لك يعني انا برضو مستغرب اصل انت كده كده الدوري اتاخر وكده كده المواعيد بايظه وكده صح لما تتدرب بقى المنتخب الاولمبي مع الانديه ايه 10 15 يوم يعني يعني بدل 17/8 بقى 31/8 اللي هو 2/9 اه حل لا بجد فرق حل عظيم يعني صح ولا غلط وانت كمان بتقول ايه وانت بتقول السنه الجايه دوري استثنائي فانت اوريدي عامل حسابك ان عندك اريحيه عندك اريحيه صح. مش نفس الدوري ده صح ولا غلط فانت صح. انت كده كده موفر شهرين السنه الجايه فيعني تعرف انه اتحاد الكوره انه دلوقتي الماتش الودي اللي كان لعبه قبل كاس العالم كان مفروض فيه ماتشين والنهارده جت غرامه جديده على اتحاد الكوره للشركه بتاع 225,000 دولار ده كان من اسبوع تاني لا انا بقول لك يعني انا بحكي لك على الكوارث اللي هم الناس مش واخده بالها منه النهارده الراجل المدير الاجنبي عشان اخطاء وعشان مش قادر تتفاوض معاه بيجي لك بتوصل للعقد والقيمه كام اما انت بتعمل ايه لا فاشل في تنظيم في مسابقات لا في تعامل مع مدربين ولا في كوادر ولا في امور ماليه طب انت عاوز ايه قصدك فيتوريا والعقد فيتوريا وفي الماتشات وكل يوم بريرا مشكله وادي بريرا والنهارده الراجل الحكام النهارده مفيش حكم الا بيطلع بينتقده والنهارده هيمشي نهايه الموسم بس عمل ايه وقابله الراجل اللي جه عمل ايه كلاتنبرج طب ايه المنظومه بص يا استاذ محمد ما احنا لما اتكلمنا قلنا المنظومه دي لازم تتنسف والمنتخبات لازم كلها كله مفيش نتائج طب انت عاوز توصل ليه خرج من كل يعني حاجه ايه الكرسي ده انت قاعد على كرسي الكرسي ده يعني اسف يعني ملغم فرحان بايه طيب. ويا ريت هم قاعدين على الكرسي ده انا شايف ان هم قاعدين ورا الكرسي مش قاعدين عليه مستخبين عشان محدش يظهر فيه طب تكلم المسؤول يكلمك ويرد عليك في التليفون طب تقول ادخل معانا السؤال اعمل معانا جاوب معانا لا خلينا نبعيد يا عم لا سيبونا نتكلم ما مش عاوز اتكلم طب هتتكلم ايه عاوز تدافع حد يتكلم عنك يعني مش عارف